بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أهلا بكم وأنا أستهلها بالتفاصيل. الرئيس السيسي يقوم بزيارة تفقدية لكليات الحربية ويؤكد على إعداد جيل جديد من المقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والمهارات القتالية العالية. القاهرة ترعى اجتماعا لنواب البرلمان الليبي لبحث تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها. اليوم التوقيع على وثيقة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان. أهلا بكم مجددا. ومن العناوين إلى التفاصيل، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة تفقدية لكلية الحربية حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية وكذلك الإعداد المهاري لطلبة الكلية، كما تناول وجبة الإفطار معهم. كما شارك الرئيس السيسي طلبة الكلية في نشاطهم الرياضي وأوصى الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع وتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، مؤكدا على إعداد جيل جديد من المقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والمهارات القتالية العالية. أنا جيت النهاردة عشان أطمن على رجال مصر وعشان كمان أطمنهم على مصر بلدنا كلنا. أنا عارف طبعا أن أنتم بتبذلوا جهد كبير هنا، وعارف أن احنا بنبني مهارات عظيمة جدا جدا لإعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين الأشداء. الجيل ده جيل مسلح بكل ما تعنيه هذه الكلمة من القدرة في مختلف المجالات، سواء كانت القدرة البدنية أو القدرة العلمية أو المهارات الأخرى المطلوبة. الدنيا بتتغير وبتتطور، وإحنا كمان بنتغير وبنتطور طبقا للتغيير ده عشان نبقى احنا مواكبين للعصر اللي احنا موجودين فيه. وانا متأكد ومتابع كويس قوي كل الجهود وكل التدريبات والمناهج اللي موجودة في الكلية وفي الكليات الاخرى، فانا سعيد بيكم وسعيد بالمستوى اللي انتوا موجودين فيه، وبتمنى لكم دايما التوفيق. كمان أنا عايز أطمنكم على بلدنا مصر. إحنا الأمور الحمد لله رب العالمين تسير بشكل جيد في كل المجالات، والحقيقة البطل في هذا الأمر هو الشعب المصري يعني. وخليني من هنا برضو من الكلية الحربية اللي هي رمز للعسكرية المصرية، إن أنا مرة تانية وتالتة وكل مرة يعني أبعث للمصريين بتحية تقدير واحترام واعتزاز، لأن هم خلال الخمس سنين اللي فاتوا دايما كانوا بيضربوا المثل العظيم في كل شيء، فكل الشكر ليهم. الأمور الحمد لله رب العالمين في بتسير بشكل أفضل، وإحنا مستمرين في برامجنا سواء كانت الاقتصادية أو البرامج الأخرى. الهدف منها أن احنا نضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها مصر. فمرة تانية كل التحية والتقدير ليكم، وبتمنى لكم دايما التوفيق، وبقول لكم أن دايما بقولها لكل الطلبة أو
كل الضباط أو كل الأجهزة المسؤولة عن أمن وسلامة مصر. أقول لهم مصر أمانة في رقبتنا كلنا. مصر أمانة في رقبتنا كلنا. بكل ما تعنيها هذه الكلمة. شكرا جزيلا. شكرين. شكرا. شدد رئيس الوزراء على أهمية سرعة حسم الشكاوى التي ترد للمنظومة فيما يتعلق بأي تجاوزات تتعلق باستغلال تداعيات قرار ترشيد دعم المنتجات البترولية. كان رئيس الوزراء قد تلقى تقريرا من الدكتور طارق رفاعي مدير المنظومة الذي أكد أن المنظومة استقبلت 652 شكوى من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لاسطوانات الغاز. تختتم اليوم أعمال وفعاليات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة 55 كيانا من الكيانات المصرية المتواجدة ب 33 دولة. فعاليات المؤتمر تضمنت 11 جلسة وورشة عمل ناقشت مشكلات المصريين بالخارج وسبل التوصل إلى حلول لها من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة ووزارة الهجرة. هذا وقد أكد المشاركون في المؤتمر أن ما يحدث على أرض مصر واحتضان القاهرة لهذا المؤتمر يعكس اهتمام الدولة وحرص القيادة السياسية على حماية ورعاية مصالح المصريين في الداخل والخارج. تستضيف القاهرة المؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج والذي يعقد بعنوان في أجستك بوطنك نشوفك ونسمعك باعتبارهم يمثلون قوة للدولة المصرية للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم وإقامة جسور من التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة. يعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه للكيانات المصرية بالخارج وبداية لسلسلة من المؤتمرات الخاصة بهم ويمثل فرصة جيدة للتعاون بين هذه الكيانات وبين وطنهم الأم وتعريفهم بجهود التنمية على أرض الوطن. كما يهدف المؤتمر لضمان آلية مؤسسية بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة وخطة التنمية الشاملة لمصر. وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أكدت أن التعاون مع الكيانات المصرية في الخارج سيكون بمثابة أداة للدفاع عن مصر والتي تقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويج للمشروعات التنموية. استهدف عقد المؤتمر التوفيق بين الجاليات المصرية في الخارج نظرا لتعددها والتسجيل القانوني للكيانات الخاصة بها عبر وزارة الهجرة لتحويلها إلى كيانات شرعية لخدمة ودعم الدولة. وستكون المشاركة في المؤتمر مقتصرة على الكيانات التي استكملت بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل. يعقد المؤتمر
أكثر من 10 جلسات تناقش كافة الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج طبقا لمقترحات الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اهتمامات الكيانات المصرية بالخارج التي سجلت بالمؤتمر، ويشارك به حوالي 150 كيانا من كل قارات العالم. تتضمن الجلسات موضوعات حول الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى قضايا التعليم والاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة. كما ستتناول جلسات المؤتمر طرح مقترح قانون الهجرة لحوار مجتمعي، فضلا عن قوانين التأمينات والجمارك والتجنيد وفرص القطاع السياحي، وذلك بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية. نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مدى أسبوع في ضبط 892 قطعة سلاح ناري، من بينها أكثر من 100 بندقية آلية في استهداف اللحائز وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة. كما تم تنفيذ أكثر من 500,000 حكم قضائي متنوع. التنسيق والتكامل بين قطاعات وزارة الداخلية للتصدي للجريمة وشتى أشكال الخروج على القانون دائما ما يأتي بنتائج تتسم بالإيجابية وتنعكس على بسط الأمن وتحقيق الاستقرار، ويتجلى ذلك واضحا في نتائج الجهود المختلفة على مدار أسبوع. فقد استهدفت أجهزة وزارة الداخلية عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية. أسفر الاستهداف عن ضبط 889 متهما تأويهم هذه البؤر بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة، كما تم تنفيذ أحكام قضائية وإزالات في هذه البؤر. وخلال أسبوع شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات متواصلة، وتم توجيه مأموريات على مستوى الجمهورية استهدفت حائزي وتجار الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، والتي تستخدم في ارتكاب الجرائم وترويع المواطنين. خلالها تم ضبط 892 قطعة سلاح نارية، وهي 101 بندقية آلية و187 بندقية و61 طبنجة و543 فرد محل الصنع، إضافة إلى ضبط 1430 طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط 1457 قطعة سلاح أبيض. وكثفت أجهزة وزارة الداخلية من مأمورياتها لتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة لتنجح وعلى مدار أسبوع في تنفيذ نحو 512,000 حكم قضائي، منها نحو 264,000 حكم غرامة وما يتجاوز 64,000 حكم مخالفة، وذلك على مستوى الجمهورية. وفي إطار جهودها لكشف غموض الجرائم المختلفة وضبط التشكيلات العصابية، استطاعت أجهزة وزارة الداخلية ضبط 18 تشكيلا عصابيا ضموا 53 متهما ارتكبوا 105 حوادث سرقات متنوعة مع إعادة 25 سيارة مبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض 48 حادث قتل وحريق عمد وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبيها 63. نجاحات حققتها أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لحائز وتجار المواد المخدرة حماية للشباب من الوقوع فريسة لهؤلاء. فعلى مدار أسبوع من الاستهداف المتواصل لمافيا المواد المخدرة، تمكنت من ضبط 859 قضية اتجار في المواد المخدرة ب 932 متهما بحوزتهم أكثر من 56 كيلوغرام من الحشيش وما يتعدى 78 كيلوغرام من البانجو ونحو 12 كيلوغرام من الهيروين وأكثر من 72 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع وكميات متباينة من الأفيون والفود والستروكس. وهكذا تتنوع النتائج بفضل جهود مكثفة تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية لبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. عبدالله بركات للتلفزيون المصري.
على خلفية بروتوكول التعاون مع الجانب البريطاني بتدريب وتأهيل 300 طبيب أسرة بإنجلترا، سافرت البعثة الثانية من الأطباء التي تشمل 35 طبيبا إلى لندن للتعرف على منظومة التأمين الصحي بشكل عام والميكنة ونظم الإحالة بشكل خاص. بعد نجاح التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد في الأول من يوليو الحالي، والذي شهد طفرة نوعية في الخدمات الصحية تحققت في وقت قياسي بفضل جهود المشاركين كافة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية، يتواصل تأهيل الكوادر الطبية بسفر البعثة الثانية وتضم 35 طبيبا إلى إنجلترا للتدريب على طب الأسرة الذي يعد العمود الفقري للمنظومة الجديدة. الحقيقة أن تدريب الكوادر البشرية ما كانش بس داخل مصر على أيدي الخبراء المصريين، ولكن أيضا تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية زي ما حضرتك شايف، سواء كانت في شكل بعثات طبية للخارج أو الاستعانة ببعض الخبراء من الدول الصديقة زي الدول اليابان ودول الهند وأيضا دولة إنجلترا. في عديد من الخبراء بيدربوا على رأس العمل داخل الوحدات والمستشفيات، وتحديدا في نظام طب الأسرة احنا بنرى ان التجربة الإنجليزية تجربة ناجحة في تطبيق نظام التأمين الصحي وأيضا تجربة نظام طب الأسرة، وبالتالي هؤلاء الأطباء ان شاء الله هيكونوا نواة الثانية ليتم الدفع بيهم ان شاء الله في المنظومة ويتم تشغيل المنظومة بنجاح بواسطة هؤلاء الأطباء. تدريب وتأهيل الأطباء جاء على خلفية بروتوكول تعاون لتأهيل 300 طبيب بإنجلترا التي تعد أفضل أنظمة التأمين الصحي في العالم، بما يسهم في تحقيق أفضل نتائج ممكنة لتطبيق المنظومة في مصر. التدريب هيبقى في لندن اللي معروفة أن هي الجنرال براكتس فيها يعتبر يعني التوب في العالم. دربونا في لندن، جم هنا مصر الأول على مدار 4 أيام. بصراحة الفايدة في ال4 أيام يعني ممكن توصل لتدريب شهر أو أكتر. بريطانيا أصلا من أفضل الدول في موضوع الطب الأسرة، يعني المفروض أن احنا إن شاء الله نعرف إزاي هم وصلوا للمرحلة ديت ونطبق التعامل معهم، نحاول ننفذه هنا إن شاء الله. هم بيشتغلوا على النظام الرعاية الأولية اللي هو منع الأمراض الوقاية، تمام، دي أهم حاجة، وبعدين نطبق الكلام ده بقى إن شاء الله على النظام هنا في مصر. هنشوف إزاي احترام البيشنت واحترام الطبيب في نفس الوقت وتوفير العلاج اللازم للبيشنت وكل حاجة اللازمة في المراكز الأول قبل ما البيشنت يتجه للمستشفيات على طول، وطبعا ده هيقل الحمل شوية عن المستشفيات، والحالات اللي مش حرجة هنقدر تتعالج في المراكز عن طريق طبيب الأسرة لأن هو هيعالج حوالي 80% من الحالات. تأهيل العنصر البشري ليكون مواكبا لمنظومة التأمين الصحي بالدول المتقدمة وبخاصة طب الأسرة محور مهم سيسهم بشكل كبير في نجاح المنظومة بتوفير خدمة علاجية تتوافق مع المعايير العالمية. محمد حلمي، النيل. اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 78.6%. وقام الوزير بالاتصال هاتفيا بالطلبة الأوائل لتهنئتهم. من جانبه أفاد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بأن عدد الأوائل بلغ 40 طالبا وطالبة، موضحا أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغ 14 طالبا وطالبة و10 طلاب في علم رياضة و10 طلاب في الشعبة الأدبية، إضافة إلى عدد طالبين بمدارس المكفوفين وطالب من ذوي القدرات الخاصة و3 طلاب دمج. أكد وفد مجلس النواب الليبي إلى القاهرة حرصهم على مد جسور تعاون مع مصر ودعم التواصل معها للقضاء على الإرهاب. جاء ذلك خلال زيارة الوفد الليبي من مجلس النواب لمجلس النواب المصري، حيث أشاد بدور مصر في دعم أمن واستقرار ليبيا وتقديم المساعدة للشعب الليبي. هذا ويعقد اليوم بالقاهرة اجتماع لأعضاء مجلس النواب الليبي يمثلون كافة التيارات السياسية، وذلك تحت رعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا. ويهدف الاجتماع إلى توحيد رؤى أعضاء البرلمان الليبي المنتخب تجاه إيجاد حل سياسي للصراع الدائر الآن على الأراضي الليبية وتحقيق استقرار في ليبيا ودعم مؤسستها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني.
وللمتابعة انضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر اجتماع النواب الليبيين بالقاهرة مراسل النيل ياسين سيف. ياسين ضعنا في صورة ما يحدث الآن في أروقة اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي. نعم، تحياتي لك مجددا إيمان، وتحياتي لمشاهدينا الكرام في كل مكان، في ظل أجواء إيجابية للغاية تحمل التفاؤل بمستقبل ليبيا جديدة. يعني ما زالت هذه الاجتماعات منعقدة بالقاهرة، تستضيفها القاهرة في إطار رعايتها ودعمها للسلم والأمن الليبي. يعني في الصباح كانت هناك جلسة هامة ل70 نائب من البرلمان الليبي للبرلمان المصري، حيث تم عرض المستجدات في القضية الليبية، وأيضا يعني طرح معوقات الحل السياسي وطرح مقترحات الخروج من الأزمة بالشكل الدبلوماسي بعيدا عن المواجهات المسلحة، وفي إطار يعني نبذ العنف ومكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية. يعني على مدى الثلاث ساعات السابقة بدأت اجتماعات النواب الليبيين هنا بالقاهرة. يعني منذ قليل تحدثنا مع بعض النواب، أكدوا جميعهم على أن هذا الاجتماع في القاهرة برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي، تعتبر نقطة ارتكاز ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التوافق الليبي. يعني جميعهم أشادوا بالدور المصري في دعم السلم واستعادة الأمن الليبي ومنع التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي. جميعهم يعني أكدوا على يعني سعيهم لمدنية الدولة والحفاظ على التراب الليبي، وأيضا على التأكيد على أن البرلمان الليبي هو الممثل الشرعي للشعب الليبي، وأيضا من أجل يعني الخروج من هذه الأزمة يعني اتفقوا فيما بينهم على يعني انعقاد اجتماعات دورية داخل الأراضي الليبية، يتم تحديد إحدى المدن الليبية لانعقاد جلسات البرلمان القادمة، كلها مؤشرات إيجابية لحلحلة الوضع المتأزم داخل الأراضي الليبية من أجل إنهاء الانقسامات وإنهاء المواجهات المسلحة. يعني جميع النواب هنا أكدوا دعمهم للجيش الليبي في مواجهة الميليشيات المسلحة من أجل دحر هذه الميليشيات ومن يقفون خلفها. جزيلا ياسين سيف من مقر اجتماع أعضاء النواب الليبيين في القاهرة. يصدق اليوم قادة المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على وثيقة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية. أعلن ذلك محمد حسن لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي في السودان. اجتمع وفداء التفاوض من إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في دورة ثالثة من المفاوضات، وقد اتفق اتفاقا كاملا هذا المساء على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية. من جانبه قال محمود درير مبعوث إثيوبيا إلى السودان إن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اتسمت بالجدية بهدف التوصل لحل للأزمة بالبلاد. تم الاتفاق على الوثيقة السياسية بالإجماع، ما تبقى هو إعلان يحدد الفترة الانتقالية أو الانتقال إلى حكومة مدنية.
يجب مناقشة هذا الأمر ومداولته وتوقيعه في الوقت نفسه. تمهيدا لبدء الانتقال إلى الديمقراطية واستئناف المرحلة الانتقالية في السودان، يأتي التوقيع على الصيغة القانونية النهائية للاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وثيقة الاتفاق السياسي الذي أعلن الطرفان الأسبوع الماضي عن ملامحها تتضمن اتفاق الطرفين على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين المجلس العسكري الانتقالي والمدنيين لمدة 3 سنوات، فضلا عن تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل الحكومة. كما نصت الوثيقة على اتفاق الطرفين على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدها السودان في الفترة الأخيرة. ومنذ شهر ديسمبر الماضي يشهد السودان احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي توجت في النهاية بالإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما. وبعد الإطاحة بنظام البشير تولى المجلس العسكري الانتقالي في السودان شؤون البلاد لفترة مؤقتة تخللتها جلسات عدة من المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، وما بين مناوشات سياسية وتأجيل مفاوضات وتبادل للاتهامات، أنهى الطرفان حالة الجمود السياسي التي شابت الوضع في السودان على مدى أشهر، وذلك بالإعلان عن التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق تقاسم السلطة في البلاد. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم شويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، يعني ترقب لوثيقة الإعلان الدستوري التي من المفترض أن يصدق عليها اليوم قادة المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، يعني ما هي المعطيات على الأرض التي تعجل بالتوقيع على هذه الاتفاقية؟ كان واضحا من البداية، وهذا كان واضح لكل من يتابع بدقة، أن الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير خلاف يمكن استيعابه من اللحظة الأولى، لأنه كان يراد حكومة مدنية والمجلس العسكري موافق على حكومة مدنية. كان المشكلة في التفاصيل، والتفاصيل كانت تدور حول أعداد من يكون في المجلس السيادي وأعداد وشكل الحكومة وهكذا. كل هذا كان أمرا سهلا وممكن التوصل إليه، وبالتالي فإن هذا التطويل الذي حدث منذ أكثر من شهرين كان أمرا يعني لا داعي له إطلاقا. وكنت أرى أن الأطراف السودانية جميعا لديها القدرة على حل هذه المشكلة، وأن ما يقال الآن أنه دوري سيكون كان واضحا من البداية أن المجلس مطعم أو مجلس يكون متبادلي وهكذا. كل هذه الأمور كانت موجودة، المشكلة كانت في عدم وجود الثقة، وهذا هو هذه النقطة هي النقطة الحرجة الحقيقة التي عطلت المسألة. وهل الاتفاق أو ملامح الوثيقة تحدد مدة المرحلة الانتقالية؟ مدة المرحلة الانتقالية أمر مطلوب، والحكومة يمكن أن تكون مدنية أمر مطلوب، ولكن الانتخابات أتصور أنها لابد أن تأتي بعد فترة وليس الآن، لأنك أيضا كمان لابد أن يكون الدستور الجديد دستور مختصر في 20 مادة أو 25 مادة فقط، لكي يمكن أن تنحصر الموضوعات وعدم الدخول في تفصيلات طويلة ليس هذا وقتها. كل هذا سيساعد على بناء الثقة بين الأطراف جميعا، والسودانيون قادرون على أن يصلوا إلى هذه النقطة، ويكفي ما جرى من انحدار في الدولة السودانية وسياسيا واقتصاديا حتى الآن. نعم، سيد السفير إبراهيم شويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك جزيل الشكر. متواصلون معكم مشاهدينا في هذه البانوراما الإخبارية وفيها بعد أنباء الاقتصاد. ترامب يعلن بدء عملية ترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني اعتبارا من اليوم، وبنس يبدي أسفه لأزمة هجرة تتخطى قدرات نظام الولايات المتحدة.
ونتحول الآن لمتابعة لأبرز وأهم الأخبار الاقتصادية. الأخبار الاقتصادية بصحبة محمد سليمان. فضل محمد. أشكرك إيمان وشكرا لك محمد. أهلا بحضرتكم. أخبار الاقتصادية في بانوراما الرابعة وأبرز ما فيها. رئيس الوزراء يناقش المخطط الاستراتيجي لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي. أهلا بحضرتكم. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم. وجدد مدبولي خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية التي تحظى بها تلك المنطقة بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن مقترحات التطوير تأتي في ضوء مرتكزات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وفي ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة وما تحويه من إمكانيات ومقومات خاصة في الأنشطة السياحية. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسما توضيحيا سلط خلاله الضوء على احتلال مصر المرتبة الثالثة بقائمة مجلة الإيكونومست الدورية، وذلك النمو الاقتصادي حول العالم خلال الربع الأول من عام 2019. وحققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى 5.6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر ب 5.8%. ورصد الرسم التوضيحي الدول التي قد شهدت تراجعا في معدلات النمو الاقتصادي، حيث إيطاليا والتي سجلت تراجعا في معدلات نموها بنحو 1%، تلتها تركيا بنحو 2.6%، وأخيرا الأرجنتين بنحو 5.8%. أعلن المجلس التصديري المصري التابع لوزارة الصناعة أن حجم صادرات الصناعات الغذائية في مصر يصل حاليا إلى 2.8 مليار دولار. وأشار المجلس لأنه يسعى حاليا إلى مضاعفة حجم الصادرات الغذائية والزراعية بهدف خلق قدرات تنافسية للمنتجات الزراعية في مصر والأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للمنتجين الزراعيين بمحافظة أسوان للإعلان عن برنامج المنح السنوي لمشروع الغذاء للمستقبل والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الزراعية، والذي يستهدف 14 محافظة منها 7 بالوجه القبلي و7 بالوجه البحري. تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بقيمة 8 قروش منذ بداية شهر يوليو الجاري ليسجل 16 جنيها و56 قرشا للشراء في مقابل 16 جنيها و64 قرشا للبيع، ذلك بالبنك المركزي المصري في أول يوليو. وأرجع خبراء اقتصاديون تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى زيادة تدفق العملة الأجنبية من عائدات السياحة والاستثمار. وفي المغرب أعلنت وزارة المالية أن العجز في الميزانية بلغ نحو 21.8 مليار درهم، ما يعادل 2.28 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2019. ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فإن العجز في الميزانية سيبلغ نسبة 4.5% في 2019، وذلك بدون حساب إيرادات الخصخصة، ارتفاعا من 3.7% في العام الماضي. ومن المنتظر أن يضيق العجز إلى 3.6% في 2019 مع حساب إيرادات الخصخصة. هذا ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.7% في 2019 بعد أن سجل نموا بلغ 3% في 2018. خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من BB إلى BB سالب مع نظرة مستقبلية سلبية. وأعلنت فيتش أن إقالة محافظ البنك المركزي التركي تثير مخاطرة بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقال محافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا في 6 يوليو الجاري
مرجعا ذلك إلى فشل البنك في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة. ارتفع الانتاج الصناعي لمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في مايو، مما طغى على أثر انخفاضات سجلها الانتاج في الشهرين الماضيين، ما مثل تحديا لتوقعات قاتمة ناجمة عن نزاعات تجارية ومستمرة منذ فترة طويلة. وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن إنتاج مصانع منطقة اليورو زاد بنسبة 9% في مايو على أساس شهري، وترجع الزيادة في مايو إلى ارتفاع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل الملابس والأغذية التي زاد إنتاجها بنسبة 2.7%. تأتي أخبارنا الاقتصادية واستكمال البانوراما مع زميلي محمد عبد الله وإمام منصور، تفضل. شكرا جزيلا لك. شكرا محمد. زار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مركز احتجاز مهاجرين يضم ما يقرب من 400 شخص في تكساس للاطلاع عن كثب على الظروف المروعة التي يعيشونها، مبديا أسفه لأزمة هجرة قال إنها تتخطى قدرات نظام الولايات المتحدة. وقالت مصادر إعلامية إن المحتجزين يشتبه في أنهم عبروا الحدود بطريقة غير قانونية، وتم تجميعهم في مساحة لا تكفي لتمدد الجميع في آن واحد معا. وقد حمل بنس الديمقراطيين مسؤولية تفاقم الأزمة بتصديهم لجهود ترامب من أجل تمويل الأمن الحدودي في وقت يشهد الكونغرس انقساما بين مؤيدي الإدارة ومعارضيها حول كيفية إنفاق التمويل. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن السلطات ستبدأ اعتبارا من اليوم عملية اعتقال وترحيل للمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في 10 مدن أمريكية. وأشار ترامب إلى أن عمليات الترحيل ستركز على المجرمين على حد قوله. لن نوجه تحذيرات، أكرر لن نوجه تحذيرات، ليس هناك أمر سري في هذه العملية. وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية قوة قانونية وأمامها عمل صعب. هذه العملية ستبدأ الأحد، وسيتم ترحيل الأشخاص إلى أوطانهم أو اعتقال المجرمين ووضعهم في سجون بلادهم. تركيزنا سينصب على المجرمين في المقام الأول. اعتقل 50 شخصا على الأقل في أفغانستان يشتبه في صلاتهم بحركة طالبان وتورطهم في ارتكاب أنشطة إرهابية، وذلك خلال عمليات أمنية في كل من العاصمة كابول وإقليمي قندهار وهلمند. من جهة أخرى، قال مسؤولون اليوم إن مسلحين من حركة طالبان اقتحموا مبنى تجاريا يضم فندقا في غرب أفغانستان، وقتلوا 3 مسؤولين أمنيين وأصابوا 10 في أحدث هجوم في موجة من الهجمات. قتلى واعتقالات إثر المعارك الدائرة في أفغانستان بين الجيش الوطني وحركة طالبان، والتي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان اعتقلت 50 شخصا على الأقل يشتبه في صلتهم بحركة طالبان وتورطهم في ارتكاب أنشطة إرهابية من خلال عمليات شنتها في كل من العاصمة كابول وإقليمي قندهار وهلمند. كما تم اعتقال 10 أشخاص على الأقل من المشتبه بهم خلال عملية تم شنها في مقاطعة داسبينز بالعاصمة كابول، في حين تم اعتقال 40 آخرين على الأقل. وفي سياق متصل، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف فندقا في منطقة قلعة نو بإقليم بدغس الواقع غربي أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل 2 من منفذي الهجوم. من ناحية أخرى، أعلنت مهمة الدعم الحازمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي عن مقتل جندي أمريكي، فيما تسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان. وبمقتله يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا هذا العام إلى 10 أشخاص مقابل 12 جنديا قتلوا في عام 2018 بأكمله. متواصلون مع المشاهدين في هذه البانوراما الإخبارية، ونتابع بعض أخبار الرياضة. افتتحوا الهرم المنحني الملك سنيفرو بدهشور، ويعلن عن كشف أثري جديد بنفس المنطقة.
أعلنت وزارة الأثار عن كشف أثري جديد قامت به بعثة أثرية مصرية ظلت تعمل ما يقرب من عام في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300 متر جنوب شرق هرم أمنحات الثاني بدهشور. واستطاعت البعثة العثور على جدار أثري متعرج يمتد بطوله 60 مترا تقريبا إلى الناحية الشرقية، ويعتبر هذا الجدار أحد العناصر المعمارية المهمة في عصر الدولة الوسطى. أهم حاجة عايز أقولها النهاردة، شوف إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني إيه؟ يعني إحنا بدأنا هنا من أبريل 2018 ما كناش بنعمل حفائر على فكرة، لا كانت الفكرة إن إحنا بنعمل ما يسمى تطوير المكان، ما يسمى سايت مانجمنت، ما يسمى ماستر بلان، بنضع خريطة كاملة للمكان عشان نقدر نفتح ونعمل رواج سياحي بمناطق وجذب سياحي في منطقة تفتح إلى حد ما لأول مرة للزوار. طب عملنا إيه؟ 300 متر من هنا بنوضب المكان عشان فيه عالي وواطي، بنرفع الرديم، ظهر معانا التوابيت الخشبية والتوابيت الفخارية والمومياوات واللقى الأثرية. بس مفاجأة بقى إن دي على فكرة ده فاتح شهية لمكان واحد جدا إن إحنا هنلاقي مقابر في المكان ده. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية، وإليكم عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يقوم بزيارة تفقدية للكلية الحربية ويؤكد على إعداد جيل جديد من المقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والمهارات القتالية العالية. القاهرة ترعى اجتماعا لنواب البرلمان الليبي لبحث تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها. اليوم التوقيع على وثيقة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان. nile.eg هو موقعنا على شبكة الإنترنت لمن أراد المزيد. حياً لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.